أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. نستضيف لكم فيها سيد محمد الشيخ واللحبيب، مدير التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال. أهلا وسهلا بكم. مرحبا. نظم قطاع التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال ورشة تم خلالها عرض التقرير الأولي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل. انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، نناقش محورين أساسيين في هذه الحلقة. ما هي الأهداف المنتظرة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟ ما هي الأسس المعتمدة كمرتكز لهذه الاستراتيجية؟ قبل الدخول في النقاش مع ضيفنا الكريم، نتابع العنصر التمهيدي التالي ثم نعود لمواصلة النقاش. تعكف وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الإعلام والاتصال منذ فترة على إعداد استراتيجية وطنية تضبط منظومة التشغيل في بلادنا، وتعول الدولة كثيرا على هذه الاستراتيجية التي اكتملت صياغتها الفنية ودخلت مرحلة العرض والنقاش والتدقيق والتصحيح. ولأن شركاء الوزارة المعنيين بتنفيذ وتمرير ودعم سياسات الدولة في مجال التشغيل عديدون، ويمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخصوصية وهيئات المجتمع المدني، كان إشراكهم في نقاش المسودة المتعلقة بهذه الاستراتيجية ضرورة. وكان اللقاء التحسيسي الأخير فرصة للاستماع إلى ملاحظات كافة الجهات المعنية وإدماج ما يخدم نجاح هذه الاستراتيجية قبل المصادقة عليها وتبنيها بشكل رسمي من طرف الحكومة. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، باسمكم نجدد الترحيب بضيفنا الكريم السيد محمد الشيخ واللحبيب، مدير تشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال. أهلا وسهلا بكم. مرحبا سيد محمد الشيخ، ما هي أبرز أوجه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لموريتانيا على هذه الفرصة اللي تتاح لنا من تحت الضوء لكي نطلع الرأي العام الوطني على ما يقوم به قطاع التشغيل وما يتم تصوره بإطار التشغيل ومحاربة البطالة. قبل أن أجيب بشكل مباشر على السؤال، أريد أن أعود قليلا إلى الظرف اللي وجدت فيه هذه الاستراتيجية، لأنها لم تولد من الصدفة. فمنذ 5 سنوات تقريبا القطاع يعني دأب على تنظيم صالون التشغيل، وهو كان في الحقيقة الأداة مهمة لاكتشاف الآليات التي نحن بحاجة إليها من أجل محاربة البطالة. والهدف كان أيضا من هذه الصالونات هو نقل حل مشكلة التشغيل من ممارسة من الحلول الإدارية والقطاعية المباشرة إلى حلول تشاركية شارك فيها جميع يعني المتدخلين في مجال التشغيل، منهم مثلا أرباب العمل اللي ما قد يصح التشغيل ما هو بهم تقريبا، والنقابات أيضا حتى هي عندها دور كبير، وحتى طالبي العمل أنفسهم أيضا جاءوا وشاركوا في الصالون، والحكومة كمشغل وأيضا كمؤطر. نعم، هذا فيما يتعلق بالشركاء، سنعود لاحقا إلى الشركاء. نعود إلى السؤال المتعلق، ما هي أبرز ملامح وأوجه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟ لكي نضع الأمور في إطارها، كان من توصيات مهمة لهذه الصالونات إنشاء أو إيجاد استراتيجية وطنية للتشغيل من ضمن آليات أخرى ضرورية لكي يتم تحكم بآليات التدخل، وبالتالي يمكن الوصول إلى الأهداف. لأن التشغيل قد كل حد مثلا الآن كما تعرف هناك ورشات كثيرة وهناك تشغيل بشكل كبير، يعني ما في مقارنة للو 5 سنوات مع ما كان خالد من قبل، خصوصا فترات الجفاف ما ذلك والهجرة، ولكن ما كانت هناك آليات لكي نقوم مثلا بحسب بإيجاد مثلا الإمباكت على 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 مثلا يعني قدو ميزرو نحن شخلق في مجال التشغيل وش خاص في نحن ما كان عندنا. والسنة الماضية لنخلق برنامج دعم التشغيل وتكوين الشباب اللي يتكفل بهذه الاستراتيجية من بين أمور أخرى، وهما نحن عندنا تعهدنا عنه خلال سنة لنقدمه للنقاش هذه الاستراتيجية، وهي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف أولا إلى أن
انها بعد قاعد تنقبض بعين الاعتبار من طرف الاستراتيجيه الوطنيه الشامله اللي يتم الان اعدادها ولستنتهي قريبا، وهي استراتيجيه الوطنيه للنمو المتسارع والرفاهيه المشتركه. نعم. ونحن هدفنا الاول عندنا بعد قاع نعود عندنا علاقه بهاي الاستراتيجيه ونعود مقبولين فيها بشكل واضح. ثانيا عندنا نجبر نحن آليه عن طريق معطيات احصائيه دقيقه. نعم. لنا نعرفوا ذي اللي خاص نظرك شنو وذي اللي يالطنا نوصله خلال مده الاستراتيجيه 2030. انا هنا قد نقول لك عن اهدافنا المتوسطه عنا قد مستوى البطاله لين 10 ولين سنه 2030 نديروها تحت 10، وهذا معدل جيد على مستوى ولو انه معدل يخفي وراه ياسر من المعطيات الاخرى اللي ما يقدر يتسع المقام الان. نعم. ما هي الاسس التي تعتمدون عليها كمرتكز للاستراتيجيه الوطنيه للتشغيل؟ الأسس أولاً، الأساس الأول بعد قاع هو الإرادة السياسية، لأن بدون إرادة سياسية ما هم أمل على نوصل ما العمل يتم لا خاصه شيء. نعم. الإرادة السياسية مريح جداً بالنسبة لنا كفنيين عنا نخدمه في إطار حكومة من أهم أهداف التشغيل، وهذا أكد رئيس الجمهورية يعني مرات عدة ما قدرنا نرجع لها، ولكن في كثير من مرات أكد عن مشكلة التشغيل والعناية بالشباب يعني من أولوياته مأمورية الأولى والثانية. عقب ذاك الحكومة أيضا كاملة تسهر أعلن تشغيل تنحل مشكلته، وقطاع نحن بالذات هو القطاع المكلف، ولو أننا نتعاطف يعني كثيرا مع الناس اللي عاطلة عن العمل، إلى أن لما نجبر الوسائل ونحدد الأولويات ليتم عملنا لا خاص شيء، وهو قلت لك في طار من ضمن هذه الوسائل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل اللي ترسم الحدود و و و وأبعاد البرامج التي تستهدف القضاء على البطالة. نعم. وهو أمر مهم. نعم. سيد المدير، هل تعتقدون بأن مثلا صالونات التشغيل وورشات التكوينية وورشات التحسيسية التي تهدف إلى رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة تكفي لتقليل أعداد الشباب وخاصة الشباب الذين يعانون من البطالة؟ طبعا هو 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 العمل هذا اللي في اطار الاجتماعي عمل متشعب ويقبل من لي وقت، ما تقدر تقول استراتيجيه نعدل اليوم الصبح لنجبر نتائج. نحن لان من محاورنا الاساسيه لهذه الاستراتيجيه الاعتناء بالمصدر بالمصادر البشريه ابتداء من التكوين التعليمي الى التكوين الفني، وبان الوقت ياك عود نقدر نجبره وقدر نقول عن عاد وقت مناسب نجبره نتائج. ما قد تقبلها خلال ثلاث اشهر ولا هو خلال ثلاث سنوات والله. وبالتالي مشاركه الجميع لما نشركوا ارباب العمل تشغيل ما يعود في مستوى اللي ندور، لما نشركوا النقابات اللي يسهروا على اوضاع العمال توفير العمل اللائق لهم وظروف العمل والدخول المناسبه، هم اللي ما يخلش لنعود طالب العمل من رؤوسهم خاملين والله ما همهم عنهم يتحركوا ويعبروا عن رغبتهم في العمل ويتصلوا خصوصا بالهيئات المخصصه للعمل خصوصا الوكاله الوطنيه لتشغيل الشباب اللي هي الاليه المنفذه لهي الاستراتيجيه. انت ما يتم قاعد في بالك يجيك حد يقول لك واش تقال، اللهم ولا عاد الطرق التقليديه اللي تقدر تحل من المشاكل فعلا يا غير ما هي. نعم. مع مشاركه الجميع، وهذه فكره ما لا يستهان بها، يعني استطاع القطاع أن يتقدم فيها شوي. نعم. في هذه السنوات الأخيرة، وهي نقل مشكلة التشغيل من مشكلة خاصة بالقطاع إلى مشكلة للقطاعات الأخرى الحكومية وإلى أيضا مشكلة للشركاء كاملة. نعم. ذكرتم الآن الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب، ذكرتم أنها تقوم بتنفيذ هذه مثلا الاستراتيجية، هي المسؤولة المباشرة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية. هنالك الكثير من الشباب يعتبر أن هذه الوكالة تقوم بجهد لكنه حتى الآن يعتبر خجول مقارنة مع أعداد الشباب الذين يعانون البطالة. طبعا هاي الوكالة كانت تعتمد على برامج يعني معينة بدون يعني أنها تنطلق من آليات والله معلومات دقيقة إحصائية. نحن الآن سوف نوفر عن طريق هالبرنامج اللي ذكرت سابقا آلية للاستعلام عن سوق التكوين والعمل على مستوى الوطن. هاي الآلية فاتفها تقريرها الأولي وصادق عليه، والآن
سوف تحال الحكومة من أجل أنها تقضى فيها القرار المناسب. ذاك اللي تقضى الحكومة اللي تنجبر بعد آلية قد تقول لوكالة التشغيل عنها يالتها تبدأ تحفيز العمل في مجال الزراعة مثلا، والله مجال معاد، والله مجال والله شهر الجهة الفلاني، الولاية الفلاني، والله الولاية الفلاني. عن هاي المعطيات ما تعود عندك كاملة، تم تقدر كامل تم دايروا الله في ناقشوط وحده. هنا عندنا البعد المولي المحلي للعمل التشغيلي لامبلوا لوكال، هذا مهم عندنا ويالتنا نستثمر فيه ويالتنا نوجه له الآليات اللي عندنا. هاي الآليات اللي عندنا اللي تبقى مركزة في ناقشوط ما اللي نجبر النتائج المهمة. ومن أهم المشاكل كيف قلتوا بالنسبة لطالبين العمل آليات الاستقبال والمواكبة والتأطير والتكوين، وهي توفرها لنا بيج ولكن لا زالت بشكل محدود راجعين عنها في إطار هذه الاستراتيجية، ولين تكتمل المنظومة اللي عندنا كاملة إن شاء الله دور لا تعود 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 عندها تعود عندها وقت واضح في مجال التشغيل، وتعود عندها وتعود قاعدة تحسب بعد قاعدة. هذا طبعا متداخلين في ياسين ما يقدي. نعم. هنالك سؤال يطرحه الكثير من طالبي العمل، أين هي الشفافية في معايير تشغيل ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؟ شفت هاي المعايير هي معايير في الحقيقة فنية حتى وتتعلق بآلية التنفيذ. آلية التنفيذ هاي متروكة لجهاز الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. نقول لك عنها عندها برامج واضحة في هذا المجال يخصها الانتشار على المستوى الوطني، وهم أمور أخرى تأثر على النشاطية في الحقيقة. أولا وجود القطاع غير المصنف بشكل كبير، وهي من صعب عليها وسائلها الآنية لأنها تقدر تتحرك شورى قطاع غير المصنف وتعود هامة تجبر في فرص العمل، وهو مثل تقريبا حدود 80% من مستوى العمل بشكل عام في موريتانيا. ثانيا هناك أيضا أمور أخرى تتعلق بطالبي العمل هم الرسل. نحن مثلاً ياسر من تعريفات بطالة بتقول لك عنها ما حد إنك ما عاد جاهز للشغلة وماشي تلود لها، ومتصل أيضاً بالجهات المسؤولة عنها ومسجل فيهم ويومياً تجيهم عليك ما نقع فاصل في العمل، أنا ما نقع في البطالة. إحنا بعد ذاك ما هو وجهة نظرنا ومنانا عنا نتحرك شور ناس كاملة، وحتى هذا اللي نصلحون إحنا عنه الناس اللي مثلا نقول احنا خامله اجتماعيه، معناها ان بعد تعود هي قاع لا ماتت عندها الثقه بتو في سوق العمل وبتاي ماتت تمشي تدور على ادخال قد تعود عاد ضئيله البطاله صعيبه. لا هو البطاله مشكله ما قضيت عنها ضئيله، مشكله عن وين هو الناس اللي ماشي تسجل في لانا بيج مثلا ويوميا تجي لانا بيج تخلص فرص العمل وتقسم سيفيهات البيدات يا تعود فيهم العمل. هذه قليل قليله بالمقارنه مع الدول الاخرى، مع انك الاليه الاولى في سوق العمل ما زاد. نعم. فذهان الناس هذه الوضعيه، هذه الوضعيه يرجعها الكثير من الشباب الذين استفادوا من خدمات الوكاله الوطنيه للترقيه وتشغيل الشباب الى ضعف الى قله في اعداد المقاعد التي تقدمها مثلا هذه الوكاله للتوظيف. مثلا الجامعه تخرج سنويا مئات حملت شهادات في حين يتم كل سنه او سنتين استدعاء تقريبا 40 شاب للاستفاده من مشروع ما، وعادة ما يكون قصير الأمد. أولا علينا أن نعرفه. نعم. الوكالة الوطنية للشباب ما هي لا تجبر الشغلة فقط، هي الهدف الأساسي منها المواكبة من أجل الشغلة، أنك تهيئك وتنبهك على فرص العمل، وهي ترتب عليه مجهود منك من رأسك، وأنك يلتك تتصل بالوكالة الوطنية وتعبر عن رغبتك في العمل. عن هذا مسؤولية مشتركة. مسؤولية مشتركة. ثانيا هاي رجعنا لإشكالية المولين الموائمة بين التشغيل وسوق العمل والتكوين، وهذا هو اللي محور أساسي من محاور هاي الاستراتيجية. والعلمك نحن مولي ما كانت عندنا استراتيجية من زمن طويل من 2004 قد خلقت استراتيجية من 2009 إلى 2013، ولكن الحكومة ما صادقت عليها وأصبحت فقط وثيقة لم يتم تنفيذها. الآن راجعين عن هاي الاستراتيجية، والمشكلة ما هي الاستراتيجية وحدها، أنا قلت لك عن نحن وفينا للتو في إطار هذا البرنامج وعن نظام وطني للاستعلام عن طريق عن الشغل مع اللي يوخضنا المعطيات كاملة متعلقة بالتشغيل، مثلا على المستوى الجهوي، على مستوى القطاعات، قطاع الزراعة كمي قد يتحمل، وسابق قاع كامل هو المهم نحن ماكش فاصلين فيه من أجل كان نواجه هذا المخزون اللي عندنا من الناس العاطلة عن العمل، وشنه الآليات يا تنقبلها كانها تواكب وكانها يعني تم استعادتها
المكان تفا والله زاد يتم تهيئتها والله ملائمتها مع حاجات السوق. نعم نغوص في الآليات والأهداف. ما هي الأهداف المنتظرة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بشكل دقيق والله بشكل أقرب؟ أنا قلت لك اختصرت لك كامل الأهداف في قضية مستوى البطالة. نحن هون لعدلنا تشخيص، هو أننا نحن عندنا مخزون كبير من العمال، وعندنا سنويا العدد اللي يالتو يجي كل سنة مولي، ولين نقل عمالي من ذا كامل نسبة الهجرة اللي نعم. تخلق ليعودوا عاد عندنا رقم قد نرسموا عليه آلياتنا اللي ندخلوا بها. خالق خياري ما خيار أنك تبقى على ذلك أنت واحد فيه. نعم. ما هو لي حل المشكلة والله تسكن خيار تسكن على نفس الوضع أبدا تسكن والله تزيد قاع تزيد تزيد قاع البطالة اللي لين تملا بآلياتك ذا لين تملا لا تزيد يا قيري لين استقبل آلي قطيعة مع ذلك كان خالق معناها أولا هيئوا نحن مستوى حكامتنا على القطاع ومستوى حكامة القطاعات الأخرى كاملة المنتجة للعمل وأيضا نقوم بآلية زيادة استيعاب المنظومة التعليمية وزيادة استيعاب المنظومة التكوينية ودعم وتأطير يعني الشركات والمؤسسات وحدات الإنتاج هذا كامل لين عدلوه قال نحن مهلا منطلقين من استخدام المعطيات الدقيقة للمسح اللي يعدل لأول مرة 2011-2013 حول التشغيل وقطاع غير المصنع وهو لأول مرة أيضا يعدل. ما هي أبرز نتائج هذا المسح الذي أبرز نتائجه كثيرة جدا. أولا نحن ما قطع عدلنا قاع المسح هو أول مسح هو أول مسح مستوى الوطني هذا اللي يقول لك عن هذه الآليات ليه ما تعود عندك ما تدخلك ليه يبقى مبعثر لا يبقى مشتت كم من آلية موجودة للتدخل في إطار التشغيل هناك نعم. صناديق وهناك آليات في قطاعات كيف الزراعة وكيف شؤون المرأة وكيف الشباب وكيف ولكن التنسيق بين هذه الآليات كاملة هو اللي مهم وإيجاد تناغم في إطار الاستراتيجية الأم وهي استراتيجية استراتيجية النمو المتسارع والرفاهية المشتركة لا يعود هذا مكاننا من عنا نقدو نعود عملنا محسوب ونتائجنا واضحة أن اللي نجبره وأهدافنا واضحة انطلاقا من هذه الإحصائيات وهي الإحصائية مولي لأول مرة قلتها عدلت رأينا ذا العام عدلناها مولي ليتبدأ في أكتوبر هذا وذاك مولي دور يعطينا دقة كبيرة في النتائج المتحصل عليها وباش عادت النتائج دقيقة باش عادت استشارتنا لنا نحن يعني المقررين ولا زاد لديسيدور اللي تعود مهمة في إطار رسم السياسات المناسبة والبرامج المناسبة للتدخل. التشغيل بطبيعة الحال يهدف للتقليص من البطالة. أين هي الآليات الكفيلة بالحياة دون هجرة المزيد مثلا من الكفاءات الموريتانية نحو الخارج؟ نحن أمام مواسم هجرة متتالية الكفاءات الموريتانية نحو الخارج إما بسبب البطالة أو بسبب أمور هناك أخرى. مواسم عودة أيضا. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله تعود في عودة إن شاء الله. مشكلة التشغيل. نعم. ما تهدف لها مشكلة حل مشكلة البطالة مشكلة التدخل ولا نوعية مشكلة أكبر ومعقدة وتمشي قاعدين تعود تتعلق بالأمن القومي ناران اللي تشوف كان الأحداث هذا كان مرتبط بالتشغيل والتشغيل كان لا الدولة والمنافسة الشريفة كانت هناك منافسة غير شريفة هناك آليات أخرى لاكتتاب اللي نحن نبقى نحصن شبابنا ونبقى نواكبه ونبقى نهيئه ونبقى ما يطر له بالتالي آليات نقبل نحن للحد من الهجرة ما تهد قاعد لا هي الهدف وحد الهدف قاعد محليا الحماية قاعد الشباب ياسر من الأمور قد تخلقنا لا داعي لذكرها بعد ما نراجعنا عن عود شبابنا معرض له الحمد لله ما زلنا نعم ذكرتم الآن أن هناك مجموعة من المعطيات تعيق نجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من بينها تعدد المعايير مثلا هناك عدم ثقة لدى الكثير من الشباب الذين يكتبون الآن بالبطالة في الجهات المشغلة مثلا يقول التشغيل يتم مثلا عن طريق الوساطة ولا شيء غير الوساطة لا هذا معني بعد موافق عليه قام من ناحية عن خارج التشغيل هذا رأي نحن هنا رأي. نطرح رأي ولكن من ضمن آراء كثيرة نحن قام في المصروح اللي عندنا خلينا بلد القضية الوساطة مالا قايلين باسم حيلة تنتج برشا قلة ونحن ما نجحناش والمهم إذا كان لك تنطلع من واقعك الحقيقي أنا نسوله عندنا استمارة كبيرة في الإحصائي باسم الحيلة جبرت شغل
والله أنت تلوذ الشغلة باسم الحزب عن طريق قريب عن طريق هذه من ضمن الأسئلة اللي نطرحه ياك نعرف نحن ليالتنا نقبو في عين الاعتبار شن من ذا كانك تتصل بالبرامج المعدل الدولة يا كانك تجبر تشكيل من ذا كانك مباشرة تقيس إدارات الدولة من ذا كانك قاعد والعلمك ياسر من الناس وهذه المشكلة تعرف أيضا نسبة الوعي لها تأثير ياسر الناس ما يعرف قاعد الوكالة الوطنية للتشغيل شنو من ضمن الاستراتيجية أيضا على أن احنا عندنا حملة للتوعية وللمشاركة لأن هذا اللي خلق ذلك لا بداية عندنا يوم 20 هون أيضا في نواكشو للناس اللي فاتتها الفرصة مستدعينهم ولي من أجل عنا نشتركوا معها هذا التقرير ياك تعطي رأيها فيه وياك تشوفه وتحس به وتشوف الأهداف والآليات المقبولة لها ولي نقول لك عن استراتيجية القطيعة اللي عندنا احنا في هاي الاستراتيجية هي عنها أول مرة استراتيجية منطلقة من معطيات إحصائية دقيق معترف بها ومشرف عليها البنك الدولي وما هو البنك الدولي مكتب الدولي للتشغيل اللي موجه له تحية الخبراء اللي كانوا فيه أعطاونا ياسر من الدعم وخصوصا المدير الجهوي السيد محمد علي اللي مقيم في الجزائر هو أيضا كان أعطاونا ياسر من الدعم نشكره أيضا اللي شركانا في التنمية البنك الإفريقي للتنمية والفريق اللي كان معانا في هذا اللي واكبونا كمان نشكر مولي آليات وزارة المالية والاقتصاد اللي واكبونا وعدلوا معانا العمل وطبعا قطاعنا نحن نعم بخلف. نتمنى لكم التوفيق سيد محمد الشيخ والحبيب مدير التشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدين الكرام جعلكم جزيل الشكر لأن يضمنا وياكم لقاء آخر بحلقة أخرى جديدة من برنامج تحت الضوء هذه تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء.